في رحلة مصر للتنمية المستدامة، تمكين المرأة المصرية ما كانش مجرد محطة أو هدف بتحاول توصله، دي رؤية بلد بكل مؤسساته، بلد اعتبر إن الاستثمار في بناء الإنسان هو أفضل طريق للمستقبل، مستقبل الجمهورية الجديدة. وعشان كده لما أطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هدفنا مش بس تحفيز روح التنافس والابتكار بين موظفين الدولة وبين المؤسسات الحكومية وبعضها، لكن كمان تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. من هنا ركزنا على نشر ثقافة الجودة والتميز والعمل بروح الفريق بين العاملين من الجنسين، واهتمينا بتدريبهم لبناء نظام مؤسسي متكامل بيوفر فرص متساوية للجميع بدون تمييز. وبالفعل قدرنا نساعد عدد كبير من السيدات والشباب وذوي الهمم يفوزوا بالجائزة بفئاتها المختلفة، سواء على مستوى التميز المؤسسي أو التميز الفردي. وعشان نزود فرصهم في المشاركة ونحفز مؤسسات أكتر على دمجهم في الوظائف الحكومية وتمكينهم من تطوير إمكانياتهم وتقديم أفضل ما عندهم، بنطلق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة إضافية من فئات التميز المؤسسي وحافز جديد لخلق نظام عمل قادر يحقق استدامة التميز ويطبق مفاهيم الحوكمة والمساواة بين الجنسين ويوصل لمعدلات أفضل لرضا المواطنين والموظفين. تصميم الجائزة استندنا فيه لأدلة جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة والخبرات والمعايير الدولية، وعشان نقيم جهود الجهات الحكومية في المجال ده اعتمدنا ثلاث محاور رئيسية، وهي الاستثمار في رأس المال البشري من خلال بناء القدرات وتطوير الأداء الوظيفي لزيادة كفاءته وإنتاجيته وتشجيعه على الابتكار، الممكنات المؤسسية واللي بتشمل رفع الوعي بمفاهيم تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، بالإضافة لتحقيق التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية لجميع العاملين والعاملات بتوازن بين متطلبات العمل وحياتهم الاجتماعية، وأخيراً الاستدامة من حيث استمرارية المؤسسات والتزامها بتطبيق السياسات اللي بتدعم تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، عشان نقدر في النهاية نغير فلسفة العمل الحكومي ونرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة، واللي بدوره بينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز ريادة وتنافسية مصر عالمياً. الطريق لبكرة بيبدأ من النهاردة، والنهاردة مصر بتاخد خطوة جديدة لتحقيق التميز الحكومي في تمكين المرأة، خطوة بتقربها لحلم الجمهورية الجديدة وبترسم طريقها للتنمية المستدامة، الطريق لرؤية مصر 2030.